السلام عليكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل ايس كريم الفراولة. طبعا احنا بنعمله في البيت وما عندناش امكانية اللي احنا نعمله طبعا على زي المصانع، فاحنا ايه بنقرب الطريقة يعني عشان ناخد طبعا نتيجة كويسة. فانا طبعا انا ما عنديش مكنة الايس كريم ومش هعرف اعمله بطريقة المصانع، طبعا انا عايزة اعمله بطريقة تكون مرضية وفي نفس الوقت طعمها حلو. فانا يعني في طريقة كده هحول بيها الخلاط لمكنة ايس كريم. المكنة دي طبعا بتعتمد ان هي بتبقى على انها تبقى متلجة يعني ساقعة قوي عشان الايس كريم يمتزج فيها ويديني طبعا الملمس الكريمي اللي هو ايه الحلو ده اللي هو في الايس كريم. طبعا انا عندي المقادير العادية، انا ايه هعمله ان شاء الله بمكونين فقط، اللي هو صنف الفاكهة اللي انا بعمل بيه. عندي هنا مثلا فراولة تقدري انت تعمليه بمانجا بجوافة حتى لو بموز تقدري تعملي بيه ايس كريم. وعندي طبعا اللبن الحليب، انا بستخدم اللي هو العلب او الاكياس اللي هو البقري اللي هو طبعا المبستر اللي هو مغلي قبل كده طبعا وايه ومتعقم وكده، بيدي نتيجة كويسة قوي قوي احسن من اللبن طبعا اللي هو اللي انا بجيبه وبغليه اللي هو من عند اللبان. يبقى اول حاجة طبعا انا بستخدم لبن بقري اللي هو لبن العلب او الاكياس ومعاه صنف الفاكهة، ده كده المكون الاساسي بتاعي لبن وصنف فاكهة بس. السكر ده اختياري حسب التحلية اللي انت بتحبيها، ممكن تحلي طبعا بايه سكر او مستغنية عنه ومفيش اي مشكلة. انا بحط السكر حسب الرغبة وعليه رشة فانيليا، اي حاجة فيها لبن بحب احط لها ايه فانيليا، بتدي ريحة حلوة قوي قوي. الحاجة بقى اللي هتخلي لي الخلاط زي مكنة الايس كريم هي الفاكهة نفسها. الفاكهة نفسها بتبقى نص مجمدة، مش فاكهة جايباها من التلاجة وبعمل بيها على طول، لا بخليها بحطها بغسلها طبعا بنضفها الاول وبغسلها كويس قوي قوي، بحطها في مصفى تصفي ميتها، بعد كده بجمدها في الفريزر تتجمد حلوة قوي قوي، بعد كده بخرجها اسيبها بس يا دوبك تفك شوية تبقى حتى هنا شكلها لسه ايه متجمدة ومحتفظة بالتلج بتاعها، تبقى نص مجمدة عشان برضو احافظ على الخلاط ما ايه التلج ده ما يبوظ الخلاط. يبقى ايه الفاكهة تكون نص مجمدة. اول خطوة بعملها بجيب شفشق الخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا الكمية اللي انا هعملها نص كيلو لبن حليب اللي هو بتاع العلب او الاكياس. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط اللبن في الخلاط عادي خالص وبعد كده هحط السكر بالفانيليا وبعدين هضربهم في الخلاط حلو قوي قوي، بغطي هاخدهم هضربهم هدوب السكر ده حلو قوي قوي في الخلاط واخليه يعمل فوم، اخلي اللبن ده يعمل فوم. بعد كده بفتح الغطا ده، الغطا ده من فوق، وبعد كده مشغله الخلاط طبعا، هنزل الفاكهه قطعه قطعه يعني بمسك الفراوله انزل واحده واحده كده في الخلاط، اخد ضربه وبعدين ايه اهدي ايه افصل الخلاط طبعا عشان ايه ما افضلش اشغله باستمرار طبعا عشان كده ايه غلط على الخلاط. بعد كده هنزل ثمره فاكهه فاكهه لغايه ما ايه الاقيه ربط معايا واداني القوام اللي هو ايه قوام الايس كريم اللي هو السميك ده، وهتلاقيه عمل زي ايه كريمي يعني ملمس كريمي كده وايه واندمج مع بعضه بقى شكله حلو قوي قوي. بوقف بقى الضرب هنا، هتلاقيه طبعا الخلاط ساقع جدا جدا كانه بالظبط انا حولته كده لمكنه ايس كريم. بعد كده باخده طبعا بحطه في علب التلاجة بحطه في الفريزر وبسيبه طبعا ايه يتجمد. ان شاء الله انا هعمله بنفس الخطوات دي اللي انا قلتلك عليها وبامر الله هوريكي شكله. ده شكله اهو بعد ما اتضرب، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا علبه التلاجة دي هصب فيها اهو، كريمي خالص والفاكهه دايبه فيه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حطينا طبعا كريمه ولا حطينا زبادي ولا حطينا عليه اللي هي الكريمه اللباني ولا اللي هي الكريمه البودر، مش محتاج اي حاجه خالص غير مجرد ان هو اللبن وصنف الفاكهه والسكر حسب التحليه بس. هي تكات الضرب دي ان هي اول حاجه اللبن بضربه بالسكر الاول واخليه يعمل فوم اللي هي الرغوه دي، وبعد كده الفاكهه تكون نص مجمده انزلها ثمره ثمره لغايه ما تدوب خالص مع اللبن وتديني الشكل الكريمي ده اللي هي
شكل الايس كريم. طبعا انا هجمده في الفريزر بامر الله تعالى، وبعد كده ان شاء الله انا هوريكي شكله باذن الله. ده شكل الايس كريم، وهو بعد ما طلع من الفريزر طبعا اتمسك تماما وملمسه بقى كريمي خالص اهو. هبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نجمد طبعا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، نطلع واحدة برضو تانية اهي. بسم الله. تقدري بقى تقدميه بأي شكل، ممكن تحطي معاه قطع فراولة زي ما انا حاطة معاه كده، او مثلا تحطي عليه صوص فراولة لو انت عاملاه في البيت عندك، او صوص شوكولاتة، او ممكن تقدميه بدون اي حاجة خالص، هو يتاكل كده جميل قوي قوي بدون اضافة اي مواد حافظة زي اللي بنشتريه مثلا جاهز من بره، وطبيعي 100%. هي صنف الفاكهة اللي انا حطيته عليه والسكر واللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ده شكله، طعمه جميل جدا جدا وطعمه كريمي خالص، يعني زي اللي بنشتريه من بره، واحسن كمان طبعا لانه معمول في البيت ومضمون طبعا. اتمنى يا رب ان شاء الله تكون بالنسبه لك الوصفه دي سهله ومبسطه، وباذن الله تجربيها.